لو سمحت. وكمان يا مس ختام، يا ترى هدول شو عم يعملوا بالغرفة كل هالوقت؟ الظاهر عم وقعوا لجميلة على اتفاق الزواج. حلو حلو حلو، كتير منيح كتير. غريبة، ما عرضتي اتفاقية الزواج وقعتي عليها بكل طيب خاطر. والله كنت مفكرة انك رح تعملي مشكلة. شوي تاني رح صدق انك تزوجتي لبدر عن حبي يا ست جميلة. بتمنى ما حدا يشكك بحبنا. يلا حبيبتي. يعني كان لازم تصعب الأمور كل هالقد؟ شدي حيلك شوي، أصلاً بس يصير الوقت أنت رح تمشي من هون من دون ما يدرى حدا. هلأ إذا طلعنا ضجة إحنا بنخسر. صباح الخير. النهاية السعيدة لقصة الحب. مسافرين لباريس شهر العسل. قبل ما يطلع بابا من المشفى لازم تكوني تارك البيت. راح دور لك على شقة. وانت لا تقعدي هيك. دوري كمان. تمام، شوف المسألة انحلت. طلع جميلة قديش مبسوطة على شهر العسل، ورح ينتقلوا على القصر كمان. والله غريبة كتير، من كم يوم كانت عم تقول انه بتحبك وبعدين بتسافر شهر عسل. رح شوف لك بيت مفروش. مو حابب اشغل بالي بالتفاصيل وانتي لا تضيعي وقت كتير. حاولي تردبي امورك. شو بدك جميلة؟ شو؟ وانا بترجاك اسمعني. ما صفي اي شي نحكيه. بترجاك لا تصدق اللي عم ينكتب بالجرايد. انا ما رح اتخلى عن حبي لك يا مهند. جميلة اللي عم بتقولي مو معقول. أنا حكيت مع بدر. نحن بحاجة لشوية وقت مو أكتر. لازم استمر بهالوضع لفترة معينة. بس بترجاك لا تسألني ولا سؤال مهند. لا تسألني شي هلأ، بس بدي منك إنك توثق فيني. هذا الزواج مانو حقيقي ولا رح يكون أبدا. بس في شغلات ما بقدر أحكي لك إياها بهالوقت. يا بنتي حاجة تعزبي حالك على الفاضي. أنا شو قلت لك وقت تواجهنا قدام البيت؟ ما قلت لك انسي الموضوع؟ كل الظروف عم بتكون ضدنا ومستحيل انه نجتمع مع بعضنا، صح؟ مزبوط. واول الظروف اخي مؤيد. ما عم تفهم علي. ماني حابب اتدخل بحياتك بنوب. انت غلطتي غلطه كتير كبيره. ومنيح اني ما لحقت كتب الكتاب لانه كان رح يصير غلط اكبر، وانا هيك كتير مرتاح. مهند اسكت شوي، اسكت شوي واسمعني. بترجاك انا ماني طالبه منك الا شويه وقت، مو اكتر من هيك. خلي كل واحد منا يشوف حياته، بلكي بنخلص من هالقصة. وثاق فيه. اسمعيني منيح، كل واحد بطريقه. جميلة،
ألو جميلة، أنت شو عم تعملي؟ من هلأ بلشنا نلف وندور؟ اتركني. مهمك شو رح يصير لمهند نار؟ ضحكتي علي وهنتي كرامتي وأنا يلي لازم أصب، ولهيك بتخرسي أحسن ما فيش خلقي فيكي هلأ. عم بستنوك. صباح الخير. صباح الخير. تفضل كيفك؟ والله لو وقت ما دخلت من هذا الباب كنت منيح، بس هلا حاسس بدي استفرغ. وانا كمان صابني نفس الشعور لما عرفت مين هن الناس الموجودين على راس المبيعات. هلا فهمت ليش انتو جايبيني على هالاجتماع، لانه في ناس عم بتحاول تخرب لي الشغل. ما بدنا نتوتر مهند، ملاحظه مؤيد كتير مهمه. شو الملاحظه؟ ملاحظ انه نسبه المبيعات زايده بشكل كبير، ما هيك؟ شو اللي ملاحظه؟ ملاحظ انه تاخر عنا وحاول انه يلحقنا ما قدر، فقال لنخرب الشغل.